لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أي تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نواصل بحول الله تعالى وقوته هذه الدورة المباركة، وما زلنا مع المقدمات التأصيلية في العقيدة. تكلمنا في المرة السابقة عن أهمية دراسة التوحيد وكيف أنه أوجب الواجبات، وأول ما ينبغي أن يبدأ به السالك إلى الله عز وجل، وذكرنا الأدلة على وجوب البدء بالتوحيد. واليوم بعون الله تعالى نتكلم عن أهمية دراسة عقيدة السلف، وأنها العقيدة الحق دون غيرها. وإن شئت فقل سنجيب عن السؤال: لماذا عقيدة السلف؟ لماذا عقيدة السلف؟ لماذا عقيدة السلف هي التي يجب تعلمها وتعليمها ودعوة الخلق إليها ودعوة الخلق إليها؟ محاضرتنا اليوم ستكون عن لماذا عقيدة السلف، لأننا تكلمنا عن أهمية التوحيد ووجوب البدء به. فهنا لسائل أن يتساءل: أي عقيدة يا ترى هي التي ينبغي أن ندرسها وأن نتعلمها؟ ولعل هذا التساؤل يثير الاستغراب، لعلك تستغرب فتقول: وهل هناك عقائد أخرى غير عقيدة الكتاب والسنة عند أمة الإسلام؟ نقول: للأسف نعم، هناك عقائد الفرق الضالة المنحرفة كعقيدة الخوارج والشيعة والصوفية وعقائد الفرق الكلامية من معتزلة وأشاعرة وماتريدية موجودة. هذا إرث موجود، بل وهناك من يدعو إليه، بل وهناك من يدعمه بكل قوة، وهذه كلها عقائد فاسدة منحرفة يجب التحذير منها وبيان بطلانها. فالعقيدة التي ينبغي أن نتعلمها هي عقيدة السلف، هي العقيدة القائمة على نصوص الوحيين، هي عقيدة الصحابة والتابعين وتابعي التابعين. هذه العقيدة التي نعنيها والتي يجب علينا أن نتعلمها وأن ندعو الناس إليها وأن نربي الأجيال عليها. فلماذا هذه العقيدة بالذات التي ينبغي أن ندعو الناس إليها؟ لماذا عقيدة السلف؟ تعالوا نجيب عن هذا السؤال، لتعلموا أننا حينما ندعو أنفسنا وغيرنا إلى هذه العقيدة المباركة، أعني العقيدة السلفية قائمة على نصوص الوحيين، فإننا لا ندعوهم إليها من فراغ، ولا نحث الناس على تعلمها ونسعى لنشرها تعصبا أو بلا بينة ولا برهان. كلا، إنما حينما ندعو الناس إليها ونخاطب الدنيا كلها
لأن هذه هي العقيدة الحق، دون ما سواها لا نقول ذلك من فراغ ولا تقليدا ولا بغير بينة، بل لأن الأدلة منتهضة على أن العقيدة التي يجب على كل مكلف أن يلزمها وأن يتعلمها وأن يعلمها وأن يحذر الناس من كل ما خالفها هي عقيدة الوحيين، هي عقيدة السلف الصالح. نقول العقيدة السلفية هي الحق لما يلي: أولا، لأنها العقيدة التي قامت على نصوص الوحيين، لأنها العقيدة التي تقوم على نصوص الوحيين الكتاب والسنة. طيب، وماذا يعني هذا؟ يعني أنها العقيدة الصحيحة والسليمة. لماذا؟ لأنها تقوم على مصدر معصوم وهو الوحيان، وهو مصدر معصوم لا يتطرق إليه الباطل بوجه من الوجوه. وهكذا ينبغي أن تكون العقيدة. العقيدة معناها عقد القلب على ما يعتقده الإنسان، ولكي يكون هذا العقد حقا لابد أن يكون قائما على مصدر معصوم لا يتطرق إليه باطل، وليس هذا إلا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالقرآن هو الحق والكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. انتبه معي، يقول العلامة ابن كثير في تفسير هذه الآية من سورة فصلت: وإنه لكتاب عزيز، أي منيع، منيع الجناب، لا يرام أن يأتي أحد بمثله، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، أي ليس للبطلان إليه سبيل، لأنه منزل من رب العالمين. ولهذا قال: تنزيل من حكيم حميد، أي حكيم في أقواله وأفعاله، حميد بمعنى محمود، أي في جميع ما يأمر به وينهى عنه. انتبه معي، فهذا الحق هو الذي انبنت عليه العقيدة السلفية، ومن ثم فهي الحق الذي لا مرية فيه، الذي ينبغي أن نعتقده، لأنه يقوم على هذا الكتاب، لأن عقيدة تقوم على أدلة هذا الكتاب العظيم الذي هو الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فمما لا شك فيه أن العقيدة التي تنبني على هذا الكتاب العظيم وتقوم على أدلته وبراهينه هي العقيدة الحق دون ما سواها، لأنها لا تقوم على ظنوني وأهوائي وآرائي البشر ولا أذواقهم. انتبه معي، لا تقوم على ظنون وأهواء وآراء البشر كما هو الحال عند أهل الكلام، ولا تقوم على أذواق ومواجيد البشر كما هو الحال عند الصوفية وغيرها. إذن هذه العقيدة لأنها تقوم على أدلة القرآن وأحاديث النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم، هذا أول برهان على أنها الحق دون ما سواها. ثانيا، العقيدة ينبغي أن تكون جازمة لا شك فيها، انتبه، وليس هذا إلا في أدلة الوحيين. لماذا؟ لأن العقائد أمور غيبية، ولا سبيل إلى الأمور الغيبية، إلى علم الأمور الغيبية إلا عن طريق الوحي المنزل، إلا عن طريق الوحي المنزل. ليس للعقل مجال أن يتكلم في غيب لا يعلمه، وإلا كان كلامه قفوا بغير علم، وقد نهى الله عن ذلك وقال: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. كيف سيدرك العقل
الأمور الغيبية، سيكون كلامه ظن وشك واحتمال، وهذا لا يصح أبدا في طريق تعلم الإيه أو العلم بالأمور الغيبية. لا سبيل إلى معرفة ما هو غيب إلا عن طريق الوحي، وهذا ليس إلا في العقيدة السلفية المباركة. انتبه معي، الإجابة عن قصة الخلق، الإجابة عن معرفة خالق القوم بأسمائه وصفاته وماذا يريد من الخلق ولماذا خلقهم وكيف يعبدونه، الإجابة عن المصير الذي ينتظر الخلائق والمكلفين، عن الجنة والنار واليوم الآخر، عن الملائكة والرسل وكيفية إرساله والقدر إلى آخره، أركان هذه أركان الإيمان، أصول الإيمان الستة، أصول العقل، كيف سيجاب عن هذه الأشياء بغير الوحي؟ كيف سيجيب العقل المجرد؟ سيتخبط، لأنه سيتكلم في أمور غيبية لا سبيل له إلى معرفة تفاصيلها. انتبه معي، الإجابة عن هذه الأمور لن يكون بحق وبجزم وبصدق إلا عن طريق الوحي المنزل، والعقيدة السلفية هي التي تقوم على الوحي المنزل. إذن من البداهة أنها الحق دون ما سواها، وأن كل ما خالفها سيكون عبارة عن تخبط وانحراف وزيغ وأوهام وظنون، والعقائد لا تنبني على الأوهام والظنون. ولذلك وصف الله عز وجل الوحي بأنه هدى وأنه نور وأنه شفاء. عقيدة السلفية إذن مبنية على الوحي، قلنا لا. الله عز وجل من أجل هذا وصف كتابه بأنه نور وروح وشفاء وهدى، لماذا؟ لأنه الذي يتوقف عليه الهدى والنور الذي يبين الحقائق للخلائق وبه يدركون هذه الحقائق ويبصرونها بالوحي. فمن لم يستضئ بالوحي ومن لم يتلمس علاجه فيه ومن لم يهتدي بهديه سيضل عن سواء السبيل حتما. لذلك نقطع بأن هذه العقيدة المباركة هي الحق. إذن حينما نقول إن العقيدة السلفية هي الحق دونما غيرها، لا نقول هذا اعتباطا، ولا نقول هذا تعصبا، ولا نقول هذا تقليدا، ولا نقول هذا ظنا، لا، بل حق لا مرية فيه، لأنها العقيدة المبنية على نصوص الوحيين. ولذلك قال ربنا جل وعلا: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فنزه نفسه عما يصفه به الخلق، انتبه معي، ثم سلم على المرسلين لسلامة ما وصفوه به من الكمال والتنزيه والتنزه عن النقائص والعيوب. وهذا أين تجده؟ في هذه العقيدة المباركة، العقيدة السلفية المباركة. إذن أول شيء يجعل من العقيدة السلفية هي الحق دون غيرها الذي ينبغي أن نتعلمه وأن ندعو الناس إليه، هو لأنها عقيدة مبنية على نصوص الوحيين الكتاب والسنة. وأول برهان يجعل مما خالفها من العقائد هي عقائد فاسدة لأنها بعيدة عن نصوص الوحيين، سواء كانت كلامية مبنية على الظنون والأوهام العقلية البعيدة عن نور الوحي، أو صوفية أو شيعية أو قبورية أو خرافية
مبنية على الأذواق والمواديد التي هي نزغ شيطان في الحقيقة، ينزغ بها لأوليائه وأتباعه. شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، أو منامات أو رؤى شيطانية أو غير ذلك مما لا يقوم عليه علم ولا ينبني عليه يقين ولا ينتج حقا. ثانيا، العدول عن عقيدة الوحيين قدح، انتبه معي، في المبعوث للثقلين صلى الله عليه وسلم. العدول عن العقيدة السلفية المباركة المبنية على نصوص الوحيين والتماس الهدى في غيرها، في غير هذه العقيدة كما هو الحال اليوم، حيث نرى دعوات هدامة تدعو الأمة للانصراف عن عقيدة السلف وعن عقيدة الوحيين وتعلم العقائد الفاسدة ونشرها. انتبه معي، هذا العدول عن عقيدة السلف القائمة على كتاب الله وسنة رسوله في الحقيقة قدح في رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتوفه ربه إلا بعد أن أكمل به الدين وأتم به النعمة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. انتبه معي، فالواجب إذن أن نلزم هذه النعمة التي كان عليها رسول الله وهذا الدين الذي أكمله الله له وأتمه قبل وفاته صلى الله عليه وسلم. انتبه معي، وليس هذا إلا باتباع العقيدة التي كان عليها والشريعة والعبادة والأخلاق الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتبه، كما يقول ابن القيم رحمه الله في قول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم، يقول المقصود أن الله سبحانه قد أخبر أنه أكمل له ولأمته به، أي بالنبي صلى الله عليه وسلم، دينه وأتم عليهم به نعمته. ومحال مع هذا أن يدع أهم ما خلق له الخلق وأرسلت الرسل من أجله إلى العقيدة، محال أن يكون قد أكمل له الدين إلا العقيدة حتى نذهب نتلمسه أو نتعلمها من عقول هذا وذاك أو من رؤى هذا وذاك. كيف هذا؟ كيف يكون قد أكمل الله له الدين بدون أصل الدين وأساس الدين، معرفة الرب بأسمائه وصفاته؟ انتبه معي، كيف يكون هذا وكيف يستقيم؟ انتبهوا، هذا بين والله أوضح من الشمس في نحر الظهيرة. أكمل الله الدين وأصل الدين هو وأساسه العقيدة والتوحيد. طيب إذا كان قد أكمل له الدين لا سيما أصل الدين، فكيف نذهب نتلمس الهدى في غير ما جاء به وفي غير ما أتمه الله له؟ أليس هذا قدحا بينا في رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فهو إما أنه لم يبلغ الدين الذي أكمله الله له، وإما أن الله الذي أكمله الله له ليس بحق. والله لا سالس لهذا عند من ينصرف عن العقيدة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يدعو الناس إلى غيرها. ليس له إلا أنه إما أنه يرى الهدى في غير ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يرى أنه ليس، أو يرى أن النبي قد كتم هذا الحق ولم يبلغه وحاشاه صلى الله عليه وسلم. فإننا نقطع والله بأن الهدى فيما كان عليه، وأنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة، وأنه لا سبيل لنا يوصلنا إلى مرضات رب العالمين إلا ما جاء به سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فقد قال: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. نعم والله. وقال أبو ذر: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما.
صلوات الله وسلامه عليه. إذن من رام النجاة وكان معظما للوحيين يقدرهما حق قدرهما ليس له إلا أن يلزم العقيدة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام، وليس هذا إلا هذه العقيدة المباركة، عقيدة السلف الصالح رضوان الله عليه. ثالثا، هذه العقيدة المباركة، العقيدة السلفية، هي التي تجمع بين المنقول والمعقول، عقيدة تجمع بين المعقول والمنقول، المنقول والمعقول. ودي من أهم سمات هذه العقيدة المباركة، أنها لا تعارض فيها بين عقل صريح ونقل صحيح. هذه العقيدة المباركة، انتبه معي، هي التي تجمع بين المنقول والمعقول. فهي وإن كان كما ذكرنا، انتبه معي، تقوم على الوحي المنزل، لا سيما في مجال الغيبيات التي لا سبيل إلى العلم بها إلا الوحي، كمعرفة الرب بأسمائه وصفاته ومعرفة شرعه وماذا يريد من عباده ومعرفة الملائكة والرسل واليوم الآخر والقدر وغير ذلك من أصول الإيمان التي لا يتوصل إلى معرفتها إلا عن طريق الوحي، انتبه معي. فهي ليس معنى كلامنا أنها تقوم على الوحي أنها تهمل العقل، لا، بل هي التي تضع العقل في مكانه الصحيح، انتبه معي، في التلقي للوحي، وتبين أنه لا يأتي بمحالات، الوحي لا يأتي بمحالات العقول، وإن كان قد يأتي بمحارات العقول، ما يحار العقل فيه، فيسلم للوحي المنزل، انتبه معي. فهي بفضل الله تجمع بين المعقول والمنقول، انتبه معي، المعقول والمنقول، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، انتبه معي، وقد تأملت ذلك في عامة ما تنازع الناس فيه، فوجدت ما خالف النصوص الصحيحة الصريحة شبهات فاسدة يعلم العقل بطلانها، انتبه معي، بل يعلم بالعقل ثبوت نقيضها الموافق للشرع. انتبه، ما يشغب به الأهل البدع على ويعارضون به الوحيين هي شبهات فاسدة لو تأملتها بالعقل السليم الصحيح لعلمت فسادها ورأيت انحرافها. ولذلك يقول أيضا، وهذا تأملته في مسائل الأصول الكبار كمسائل التوحيد والصفات ومسائل القدر والنبوات والمعاد وغير ذلك، ووجدت ما يعلم بصريح العقل لم يخالفه سمع قط، بل السمع الذي يقال إنه يخالفه إما حديث موضوع أو دلالة ضعيفة، يعني لا تعارض بين ما يدل عليه صريح العقل، لا تعارض بينه وبين ما يأتي بصحيح النقل، بصحيح النقل، بل ما يزعم أهل الكلام وغيره من أنه يعارض الوحيين من عقليات ليس بعقليات، بل هو في الحقيقة جهليات وظنون وأوهام وخيالات لا تقوم على عقل صريح، كما أنها لا تقوم على نقل صحيح، بل شبه و يعني أوهام لا وزن لها، لا وزن لها. انتبه. ولذلك كما يقول ابن أبي العز رحمه الله شارح الطحاوية، لا يكون قط تعارض بين عقل صريح ونقل صحيح، لكن إذا جاء ما يوهم مثل ذلك، فإن كان النقل صحيحا ماشي، فما يدعيه الناس أنه معقول يخالف هذا النقل ليس بمعقول، بل هو نظر فاسد ورأي كاسد، انتبه معي. وإن كان النقل غير صحيح فلا يصلح للمعارضة، فلا يتصور أن يتعارض عقل صريح ونقل صحيح أبدا. ولذلك جاءت هذه العقيدة المباركة جامعة بين النقل الصحيح والعقل الصريح، وهذا من فضل الله علينا وعلى الناس.
ولله ضر شيخ الإسلام ابن تيمية الذي كتب كتابا عظيما دفع فيه هذه الادعاءات، وهو ضرء تعارض العقل والنقل. ضرء تعارض العقل والنقل، انتبه معي. فهذه العقيدة المباركة تجمع بين العقل الصريح والنقل الصحيح، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى علينا وعلى الناس. أربعة، هذه العقيدة المباركة، أربعة في الأسباب التي تجعل العقيدة السلفية عقيدة حقا دون ما سواها، ينبغي علينا أو يجب علينا تعلم ودعوة الناس إليها ورفض كل ما خالفها. يقول: لأنها عقيدة الأنبياء والرسل وأتباعهم من الصحب الكرام. انتبه معي، العقيدة السلفية المباركة القائمة على نصوص الوحيين، انتبه معي، هي عقيدة الأنبياء والرسل، ومن ثم يجب علينا اتباعها. لماذا؟ لأن الله ما تعبدنا إلا باتباع الأنبياء والرسل عليهم صلوات الله وسلامه. انتبه معي، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. ولذلك كما ذكرنا، الله عز وجل سلم على طريقتهم وسلام على المرسلين، وقال تعالى: قل الحمد لله، قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. انظر، سلام عليهم لسلامة مسلكهم. فنحن مأمورون باتباع الوحي وباتباعهم، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، وباتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وحذرنا الله من مخالفة سبيله، فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. انتبه، فهذه العقيدة هي عقيدته، هذا ما كان عليه الأنبياء والرسل، كانوا على توحيد الله في ربوبيته وفي أسمائه وصفاته، بإثبات ما أثبته لنفسه عز وجل أو أثبته له رسول، وبنفي ما نفاه الله عز وجل عن نفسه أو نفاه عنه رسول، من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل ولا إلحاد. وهذا والله ما تدعو إليه العقيدة السلفية المباركة. كانوا على إفراد الله بالعبادة و البراءة من الشرك، وهذا ما تدعو إليه العقيدة السلفية المباركة. انظروا، وهذه العقيدة التي كان عليها الصحب الكرام. انتبه، من كان متأسيا فليتأسى بأصحاب محمد كما قال ابن مسعود، وهم أبر الأمة قلوبا وأعمقها علما. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصف الفرقة الناجية والطائفة المنصورة: أي على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فكيف نحيد عن هذا الحق؟ تبوا يا عباد الله، كيف يستجيب الناس اليوم للضلال الذي يدعو إليه دعاة القبورية أو دعاة التعطيل أو دعاة الزيغ عن سواء السبيل؟ كيف يستجيب الناس؟ كيف يخالفون ما دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين لهم أن النجاة فيه، ثم يذهبون ليستجيبوا لكل مبطل يدعوهم إلى الزيغ والضلال؟ انظروا، إذن هذه العقيدة عقيدة الأنبياء والرسل، هذه العقيدة عقيدة الصحابة رضوان الله عليهم، انتبه، الذين أمرنا باتباع طريقتهم. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. انتبه، فبين أن الناجين ثلاثة أصناف: المهاجرون والأنصار، وهذان قد مضى زمانهما ولم يبقى أمامنا إلا من إلا اتبعوهم بإحسان، إلا أن نتبعهم بإحسان. فهل من يخالف عقيدة السلف يكون قد اتبعهم بإحسان؟ هل من ينحرف عن التوحيد الذي كان عليه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر العشرة وسائر الصحب الكرام يكون قد اتبعهم بإحسان؟ هل من يؤول ويحرف الأسماء والصفات يكون قد اتبعهم بإحسان؟ هل من يطلب المدد من غير الله عز وجل ويزين الباطل ويصرف العبادة إلى غير الله يكون قد اتبعهم بإحسان؟ انتبهوا معي، هل وهل وهل وهل، إن الأمر أوضح من الشمس، إن هذا الحق لا خفاء فيه.
فدعني من بنيات الطريق. فذلك هذه العقيدة المباركة، انتبه معي، هي التي تورث اليقين وانشراح الصدر، وهكذا ينبغي أن تكون العقيدة. انتبه معي، صاحب العقيدة الحق يكون قلبه ممتلئا يقينا وممتلئا طمأنينة، وليس والله هذا إلا في العقيدة السلفية المباركة. انتبهوا، انظروا إلى العقائد الكلامية والمناهج الفلسفية كيف أورثت أصحابها شكا وانحرافا وبعدا، حتى قال قائلهم: نهاية أقدام العقول عقال، وآخر سعي العالمين ضلال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا في أن قيل وقال. ثم قال: لقد جربت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا. انتبه معي، وما رأيت مثل طريقة القرآن، اقرأ إن شئت في الإثبات الرحمن على العرش استوى، وفي النفي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم قال: ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. انتبه، وآخر يقول: لقد طفت في تلك المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم. وثالث منهم أهل الكلام يقول: إني لأضع ملحفة على وجهي وأظل أوازن بين كلام هؤلاء وهؤلاء حتى يطلع الفجر وما ترجح لدي شيء. انظروا إلى هذا العذاب وهذا الشك. انتبه معي، حتى قالوا إن أهل الكلام أكثر الناس شكا عند الموت. ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما العقيدة السلفية المباركة فإنها تملأ القلب يقينا وطمأنينة، حتى قال أحد من تربوا عليها ودعوا الناس إليها: ماذا يفعل أعدائي بي؟ أنا جنتي وبستاني في صدري، فإن فوني من بلدي، فإن خروجي من بلدي سياحة، وإن سجنوني فسجني خلوة، وإن قتلوني فقتلي شهادة في سبيل الله. أي يقين كهذا اليقين؟ انتبهوا، حتى قالوا كذلك: لو علم أبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف. ما نحن فيه من اليقين والإيمان ولذة وحلاوة الإيمان، فما أعظم تلك العقيدة المباركة. كذلك هذه العقيدة المباركة تحرر الإنسان من ربقة العبوديات الباطلة والخرافات الآسرة: لا تعبد الخلق للخلق. انظروا إلى ما يدعو إليه دعاة الضلالة ومسوغ الشرك والضلال. انتبه، وكيف يجعلون الإنسان عبدا لما بهذا وذاك بزعم الولاية. ألم تروا منذ أيام الناس هم يقبلون حذاء أحد دعاة الضلال وهو سعيد بهذا؟ أي عقيدة فاسدة هذه؟ انتبهوا، أي ضلال هذا الذي يجعل من البشر عبيدا لأهواء بشر بزعم الولاية، وهي والله ولاية شيطانية. أولياء الرحمن لا يعبدون الخلق لأهوائهم، بل يدعون الخلق إلى إفراد خالقهم العبادة، بل يجمعون الناس على تعظيم خالقهم وعبادته وإفراده بحقه تبارك وتعالى. انظروا، هذه العقيدة السلفية تحرر الخلق من ربقة الشرك وعبودية البشر أو الحجر أو غير ذلك. انتبه معي، إنما تدعو الخلق إلى إفراد الخالق بحقه، فهي تحرر الناس من أسر الأهواء ومن براثن العبودية لغير الله عز وجل. انتبه، فتجعل الناس عبيدا لله وحده. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ هذا مثل الموحد والمشرك. الموحد لا يعبد إلا ربه ولا يفرد بالعبادة إلا خالقه، أما المشرك فتتنازعه آلهة باطلة وأهواء شتى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالحرية الحقيقية تكون في عبودية الله، وليس هذا إلا فيما تدعو إليه العقيدة السلفية.
أخيرا وليس آخرا، وما أكثر الأدلة على أنها الحق. هذه العقيدة هي التي ربت جيلا غير وجه الأرض، ربت جيلا غير وجه الأرض. فإذا كنا نسعى اليوم إلى تربية جيل يغير وجه الأرض وينصر دين الله، فليس هذا إلا في هذه العقيدة المباركة. ولذلك يحاربها أعداء الله ويسعون بكل جهدهم في صرف الناس عنها وجمعهم على العقائد الفاسدة من صوفية وكلامية وتكفيرية وعقائد الفرق الضالة المنحرفة. لماذا؟ لأنهم يعلمون أن العقيدة السلفية هي التي إذا ما تربى الخلق عليها والأمة عليها فستعود إلى مجدها من جديد، فهي تربط الخلف بالسلف وتعيد للأمة عزها وتصنع الجيل الذي يعبد الله ويخشاه ويخافه ويقوم لله بحقه. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم ويحب ويرضى، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي.